السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناة ايزي تو بلاي. انطلقنا معاكم في الحلقة رقم 17 من سلسلة سيتي سكاي لاينز 2 اللي بنعمل فيها شغل جديد، ولاول مرة يحصل ان انا يعني اعمل سكة قطار. زي ما انتم شايفين كده، بص قطار الوان، بص واحد احمر واحد برتقالي. فقررت اخدكم كده في جولة مع القطر ده. انا بصراحة مش عارف الوجهة بتاعته فين، ولكن هو ماشي يعني، واحنا معاه ان شاء الله. انا بحب اشكركم على التفاعل اللي حصل منكم في الحلقات اللي فاتت، يعني بصراحة يعني اتبسطت جدا. زدنا مشتركين اظن يعني في خلال لما اجي انشر الحلقة دي هنكون عدينا ال 500. فحابب اشكر كل واحد اشترك، وكل واحد حتى لو ما اشتركش يعني بس عمل لايك او تفاعل او كتب لي اي حاجة في الكومنت، انا سعيد جدا بيكم. فالحلقة ديت ان شاء الله هيكون الهدف بتاعها هو تكملة برضو يعني حلول الازدحام ده. شايفين اللي احنا بنتكلم عليه اهو، بص الازدحام واصل لحد فين. ليه؟ لان المنطقة الصناعية اللي احنا عملناها المرتفعة ديت المداخل بتاعتها قليلة جدا، يعني مدخل واحد هنا ومدخل هناك اظن، وواحد في النص، مش فاكر، حاجة بسيطة. بص الزحمة واصلة فين، بص القطار دوت كشف لنا الحقيقة. شايفين الزحام؟ يا عيني يا عيني، الناس على الكوبري، بصوا يا على الطريق السريع. فاضل شوية وهيقفل لنا الطريق السريع نفسه اللي بره هناك ده. فيعني احنا ايه، هو المدينة شكلها حلو وكل حاجة، ولكن المداخل بتاعتها بس او البنية التحتية بتاعت الطرقات سيئة شوية فيها. فهنعدلها الكلام دوت مع بعض. تعالوا نطلع من المود دوت ونروح هناوت، ناخد بقى ايه فكرة كده. بص هو اللي حاصل ان هي مرتفعة شوية عن الارض، المنطقة دي اللي هنا دي. فالمدخل ده اول مدخل للمدينة، اول مدخل للمدينة الصناعية، وهنا جاية في عندنا يونيفرسيتي كبيرة خالص وبتاع. فعشان كده ايه اللي واخدة حيز كبير، ويعني يعني حاسس ان هي مكانها مش مناسب، ولكن احنا مش هنغيرها دلوقتي، احنا هنسيب كل حاجة زي ما هي. احنا بس عايزين نظبط موضوع المداخل والمخارج بتاعة المدينة الصناعية دي، انا بصراحة يعني كده عيب يعني. تعالوا ناخد الطريق اللي هو 6 حارات من دوت، ممكن 6 lines زي ما هو 6 line بس 1 way، ونخلي بس طالع يعني اللي عايز يروح على المدينة الصناعية مش من هنا، ممكن يبتدي من هنا. واحنا ممكن نحذف دوت، وقف لي اللعبة، نحذف ده ونحذف ده كمان، مفيش دوار، هيكون هنا في تقاطع عادي جدا. من هنا هيطلع كده يوصل لهنا، ودوت مش 6 حارات بقى، ممكن يكون أقل، 4 حارات هيجي ويمتد يدخل معاه. تمام، هناخد بقى الابجريد ونروح على 6 حارات تاني، لا ال4 حارات بس الأول، ونصغر ده كده. حلو، وبعدين ناخد 6 حارات ونقول له ابجريد، نجيبه نكمل بقية الطرق upgrade. تمام، عملنا وصلة كده عجيبة جدا، هي عبارة عن ان الناس اللي ماشية هنا تقدر تاخد طريق عبارة عن اتجاه واحد، طبعا تطلع، انا خليه 3 حارات لحد هنا، يطلعوا معاهم 3 حارات خط واحد 3 lines، فيمشوا مع بعض كده يتكدسوا، ييجوا فين، ييجوا لحد هنا اهو، يعدوا كل ده خط واحد. وليه الحتة دي عاملة كده؟ ممكن نعدلها على فكرة، ان احنا نخليه 3 وده نخليه 3 هو كمان، بحيث ان 3 و3 يطلعوا على 6، على طريق 6. هنا هو الدوت اوريدي، هو كام، هو 2 او 3 دوت، 3 حارات، وفي ناس راكنة، احنا
احنا عايزين نوقع نشيل الباركينج من هنا خالص. ممكن عشان نشيل الباركينج انا فاكر كنا بنحط باين طرق او حاجة زي كده. الطرق اللي هي بتاعة المشاة مثلا، ايوه كده، رصيف، رصيف كبير. نحط الرصيف الكبير ده يحصل ان هو يشيل لنا المواقف. ممكن نحط الاخضر ده، هيبقى حلو. طيب مش عايزين اي مواقف هنا خالص. حطينا له هنا كده شوية خضار على الطريق، هو مش عشان بس الخضرة يعني، نحطها بس عشان الناس ما توقفش، عشان ما نعمل يعني خليهم ما يقفوش. وبعدين هنجيب احنا مواقف هنا خارجية زي كده، ونحط للجامعة دي نعمل لها شوية مواقف، مع ان هنا في مواقف الناحية دي، بس انا هحط دي كده. والمواقف ديت هنشيلها من هنا خالص، مش عايز اي حاجة تعطل الناس على الطريق ده. نشيلها من هنا ونحطها فين؟ نحطها بعيد خالص كده، خلينا نحطها هنا. حس احنا حطينا مواقف للجامعة، اللي عايز يدخل الجامعة يقف في مواقف هنا ويدخل، مفيش مشكلة. الحتة دي مش وصلها طريق، تعالوا نوصلها. حتى هنا هوت ممكن نوصل الطريق بالزاوية دي كده، بحيث ان هو ميبقاش قريب من الوصلة اللي هنا دي. وهنا نخفف شوية العبء على الجامعة، يعني ممكن الناس عشان تروح الجامعة تروح لها كده. احنا هنا هو الطريق ده بس داخل، والطريق ده بس طالع، يعني عشان يدخل المدينة اللي هنا دي. تعالوا شوفوا الغلطة اللي احنا عملناها، عشان يدخل المدينة الجميلة دي كلها هنا لازم إجباري ياخد يمين، يدخل هنا وبعدين يلف وبعدين ينزل تاني، معرفش بقى من أي حتة. فيبصوا، بصوا الزحمة ليه بقى؟ ان احنا اللي عاملين الغلط. فهاجي اخد ده، نكون عاملين حارتين باين، ايوه عاملين حارتين، ونقول له الطريق دوت لفوق اتجاه واحد لفوق، ايوه كده، بس الناس تدخل على المدينة ديت من هنا من الطريق ده. طيب عندهم ايه خيارات تاني؟ عندهم يقدروا يجوا من هنا. قال لي برضو دوت كده اهو اتجاه واحد بس. هنا بقى عشان ما يحصلش اي ازدحام، ممكن نخلي ده كله نازل، بس ان اللي جاي من هنا ما يطلعش كده، واللي عايز يطلع من المدينة يقدر يطلع من الطريق دوت، او يروح لحد هنا ويطلع من هنا. ودول لو عايز يعدي ناحية تانية هيعدي، لكن مينفعش يدخل شمال، ياخد يمين بس، مينفعش شمال، يعدي بقى يطلع شمال مش مشكلة. طيب أظن يعني احنا كده ايه، عالجناها بشكل مؤقت للأزمة العظيمة اللي هنا دي. تعال نشغل اللعبة ونشوف كده ايه اللي هيحصل. سرعها بس عشان المعالجة دي تحصل بسرعة. شايفين الناس بدأت تستخدم الطريق ده عشان يدخلوا المدينة. هم ما كانوش عايزين يطلعوا على المدينة اللي فوق دي من حلاوتها، لا هم عايزين يعني يدخلوا المدينة الصناعية، فلازم يضطروا يدخلوا على المدينة الصناعية العالية ديت عشان يقدروا يوصلوا للمنطقة الصناعية. احنا هنسيبها شوية، نديها شوية وقت. انا عارف ان العلاج اللي هنا ده بايظ خالص، هنحتاج ان احنا نشيله في الاخر، ولكن يعني ايه، خلينا نديه بس شوية وقت يتعدل يعني زي ما بيقولوا. تعالوا بقى نشوف بس شوية البنية التحتية بتاعتنا، يعني بص نلقي عليها ايه نظرة. مثلا هنا بصوا شايفين مفيش انترنت خالص، والمنطقة الصناعية عايزة انترنت اكيد. تعالوا نحط لهم انترنت مكان المصنع. مكان المصنع لا، اصلا هو الدايرة بتاعته صغيرة خالص كده ليه؟ خلينا نحطها هنا في الزاوية دي، مكان مصنعين مع الأسف. ونديها شوية الأبجريدز بتاعتها، وبعدين نرجع نشوف تاني المدى بتاعها بقى قد ايه. المدى بتاعها كويس، المدى بتاعها كويس لسه، بس البيوت لونها أحمر لأن احنا موقفين اللعبة. لا احنا مشغلينها، بس البيوت لونها أحمر، معرفش
بصوا هنا ما شاء الله التغطية عاملة ازاي، لان هنا هكون حاطين البرج اللي هو الكبير ابو مليون وشوية. احنا بقى عايزين نعمل الحي السكني بتاع المنطقة الصناعية. الحي السكني بتاع المنطقة الصناعية عايز يكون، شايفين التدرج اللي هنا ده اللي فوق، كنت عايز استغله واطلع فوق هنا، بس هيبقى منطقة باردة جدا صناعية، قصدي سكنية. طيب المنطقة السكنية احنا كنا مخططين ان هي كنت هعملها هنا والجنب ده كمان، فناخد الناحيتين دول نعمل عليهم. احنا كده كده فاتحين المربع ده، خلينا نفتح دول كده كمان مع هنا عشان ايه نعرف نشتغل كويس كده. نفتح دول 6 مربعات، مع ان المفروض المنطقة الصناعية السكنية تيجي هنا، بس برضه مش مشكلة، مفيش مانع ان تكون في منطقة سكنية ممتدة من الناحيتين. تعال نبتدي كده الأول، نفتح دول وناخد كمان المنطقة دي 6 مربعات كمان عشان أعدل مجرى النهر دوت، لأن هوسعه وناوي أوسعه وكده أظبطه، فهنعدله بقى معايا مربعات تانية. احنا ممكن نشيل ده وده ماكسيموم لو عايز اوصل يعني على النهر كله، مش هقدر كده خلاص، وبرضه ما وصلتلوش كله خلاص. خلينا ناخد دول، سيب دول يا سيدي، لا لازم ناخدهم عشان هنوسع النهر اصلا، حتى المربع ده كمان لازم ناخده كده. جميل جدا التخطيط الاولي بقى، واحنا في المود ده لسه هنا بتاع التايلز. التخطيط الأولي هو إن احنا المدينة الصناعية أكيد هتمتد معانا زي ما احنا قلنا، هتوصل لحد أشراف المنطقة اللي هنا دي، فلازم نعمل مخرج من الطريق الدائري دوت يدخل على المنطقة الصناعية من هنا، من هذه النقطة، فلازم يعني مش عارف، بفكر إن أنا آخد المربعين دول ونعملها هنا اهوت الدخلة بتاعتهم في المكان ده صح، لأن لو عملته هنا هيبقى قريب شوية من المنطقة الصناعية السكنية، هيبقى لازق فيها. احنا ناخد هنا، ناخد المربع ده وده، يبقى كده زنقنا نفسينا ومعناش ولا مربع، ونيجي بقى ايه نشتغل فيها. نطلع من المود دوت نقول بسم الله، نبتدي بقى ايه نفنن. أولا محتاج ان انا اشتغل على موضوع الارض الترين، نكبر شوية الفرشة ونقول له بقى تعالى شايف النهر ده، النهر العجيب دوت، ناخد ليفل هنا كده مثلا، نقول له بقى ايه كبر لي النهر ده لو سمحت. ورجعت لكم بعد ما عملنا الانترسكشن دوت. لو تلاحظوا هنا عملت طبعا شوية تعديلات في البحيرة ديت او في النهر ده، وسعناه شوية، والمنطقة دي كانت ضيقة وسعتها، وبدل ما امشي معاه كده والف كده تاني واطلع، فرحت قاطع هنا ومخلي ديت كده ايه زي شبه جزيرة كده اهو، هيتم ان هو ايه الوصول ليها من الشواطئ ديت من الناحية دي والناحية التانية، هيطلع معانا حاجة جميلة ان شاء الله. والمية انا سبتها يعني ايه عبت يعني مشيت يعني، هنا كان اصلا عشان احنا حفرناه جديد فكانت المية لسه مش موجودة، بس تدفق المية كويس زي ما انتم شايفين، بصوا المية ماشية لهناك. طيب احنا عايزين بقى ايه، هنبتدي للتخطيط للحي الجديد دوت.
التخطيط الحي الجديد هيجي هنا. تعال نعدل بس التضاريس الأرضية دي شوية. شايفين ايه اللي حصل معانا؟ انا قاعد هنا بعمل شغل في المنطقة ديت، وعمال بقى اعمل تخطيط وابداع وهندسة، وابص الاقي الدنيا بقى ابيضت خالص. اختصارا، لين كده بس اشيل المربع ده. اختصارا احنا بعد ما عملت الوصلة اللي هنا ديت، اللي هي المربع، قصدي الوصلة الرباعية اللي هنا دي، في ناحية منها هتدخل على المدينة الصناعية وهنوصلها بالمدينة الصناعية، والناحية التانية هتدخل على الحي السكني بتاع المدينة الصناعية، بحيث ان الحي السكني ممكن يطلع من هنا مباشرة يعدي يلاقي نفسه في المدينة الصناعية على طول. وكمان وصلته بالهاي واي اللي هنا دوت، فبقى عندهم وصلتين على بعض على طول. وهنا بقى الحي الجميل دوت، لو تشوفه المباني اللي فيها تطلع حاجة خرافية. بس انا مش هفتح المباني دلوقتي، او مش هحط المباني دلوقتي تطلع، لانه لسه ايه، مش هتبقى باينه شكلها جميل. اللي مش عاجبني بس في الحي ده، انه المدخل بتاعه هو من الناحيه دي، ما عملنالوش لسه مخرج، ودي كويس ان احنا شفناها بس عشان ايه ما ننساهاش. فممكن نعمل له مخرج من الحي نفسه على الطريق السريع، بس ان هو ايه، المخرج والمدخل بتاعه عباره عن وصله كده طالعه من الطريق السريع على طول وكده يعني. من هنا بقى هم يقدروا يعدوا ينزلوا يلفوا يرجع تاني، مش مشكلة. ف تعالوا نعمل اللي هي الطلعة من الحي للطريق السريع. ناخد طريق ناحية واحدة كده، خط واحد، نقول له من هنا تطلع لي كده وتشتبك بالطريق السريع. تمام. القطع الوان لاين ديت بفكر ان انا اخليها تبقى من النوع اللي هو زي بتاع الهاي واي ده، عشان تبقى رفيعة كده. انا بصراحة ملهاش لازم ان هي تكون كبيرة. حتى هنا القطعة البدائية دي ممكن تبقى كده برضو. تمام، اظن كده كويس. نقدر دلوقتي ان احنا نخلي الهاي واي نفسه من هنا يبقى 3 حارات عشان الناس تطلع بسهولة، ومن هنا كمان نخليها برضو 3، بعد ما يدخلوا يلاقوا حارة يمشوا فيها شوية. هو التصميم عجيب شوية بس هيعجبكم جدا. تعالوا نبص. الله 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 الله، بصوا تحت هنا، شايفين الرقم اللي أنا شايفه؟ معانا 100 مليون دلوقتي، 100 مليون مرة واحدة. الله، ايه اللي حصل بقى؟ ايه ده ايه ده ايه اللي هنا؟ عندهم مشكلة no enough electricity. عندنا بقى عندنا مشكلة في الكهرباء. ازاي يا جماعة؟ اللعبة بتخرف ولا ايه؟ البرودكشن شايفين عندنا قد ايه؟ برودكشن 500 والمستهلك 300، وبيقول لي احنا عندنا مشكلة في الكهرباء. الوصلة اللي جاية لحد عندهم يمكن ضعيفة، الوصلات يعني اللي جاية لهم هنا عندهم. بصوا اكتر من مكان مودي لهم كهرباء، مفهمتش بصراحة. نحط لهم حتى طيب من دوت اللي هو المولد الكهرباء ده، اللي احنا كنا بنحط منه المفروض في البداية خالص، بيولد كهرباء عبر الفحم، بيعمل تلوث وكلام من ده. نحط لهم يعني، نجرب نشوف. بس لو بقية المدينة ما فيهاش مشكلة في الكهرباء، هنا مثلا ما فيش. هنا كمان في مشكلة في الكهرباء. This building is not receiving enough electricity. طب ليه مش قادر يوصل له enough electricity واحنا عندنا
كهربا كفاية. احنا بنصدر 300 تقريبا كهربا، بنصنع كتير وبنصدر اكتر. فهمتش صراحة. نجرب نحط واحد محطة كمان للكهرباء ونشوف ايه اللي هيحصل. نحط محطة كده كبيرة من المحطات ديت. سايبين لها مكان اصلا ولا لأ؟ مش سايبين لها مكان. يبقى طبعا تيجي هنا، حجمها 2 مليون. يلا وصلنا لكم كهرباء، تعالوا نجيب لهم اللي هي الوصلة الكبيرة بتاعتها من هنا اهو، تنزل لتحت الأرض. عايزين ناخدها ونطلع بيها برا المدينة عشان يبقى في عندنا خط تاني برا الخريطة خالص. احنا فين فاتحين برا الخريطة؟ مش فاتحين من ناحيتي، عندناش غير من هنا بس. هنا احنا فاتحين برا الخريطة. خلينا نمدد كده خطوط كهرباء من برا الخريطة، تكلفنا كتير شوية بس معانا الحمد لله فلوس. يعني عملت شبكة كده ملخبطة من الكهرباء وجبت لهم كهرباء من برا المدينة خالص، من برا هنا ووصلتها لهم. فبصيت لقيت انه هنا هو اختفت المشكلة اللي كانت موجودة بتاعت الكهرباء، بس لسه هناك ورا ما اختفتش، لسه هنا ما اختفتش. فأظن يمكن بس عايزة وقت بس. خلينا نسرع اللعبة شوية ونيجي هنا. احنا عندنا المنطقة الصناعية دي لسه البلوشن معرفش اذا راح منها ولا لأ. حي الجامعة طالع شكله جميل بس الدنيا ايه، تلج جدا يعني. السنة ديت سنة باردة جدا. طيب احنا هنا حل المواصلات بتاعتهم، هنا عايزين نعمل لهم حاجة للمواصلات هنا في المنطقة دي. الحي الجديد ده عايز ابتدي على طول ايه، كله جاهز كده. كنت هاخد يعني افتح، بس استنى شوية نملة وافتح هنا مربعات ونعمل لهم المناطق اللي هي ايه التعليمية والخدمات الرئيسية تبقى موجودة هنا. ولكن إلى لحد ما نفتح احنا نقدر نعملهم هنا اهوت في المربع الصغير ده. يعني ممكن مثلا نقول عايزين واحد مركز شرطة أو مركز إطفاء، ممكن نحطه على فكرة كده على طول. بس لا مش هينفع، أنا عايز أخد الطريق اللي جوه وبعدين أعمل على الطريق ده. بقى تعال نحط نقطة إطفاء هنا كده على طول بس تطلع وتخدم على كل المنطقة. ونحط مركز بوليس قصادها. وتعالوا كمان عايزين ايه، هنحتاج عيادة طبية. بس العيادة بقى مش هخليها هناك، نخليها على الطريق نفسه دوت من الناحية ديت كده. تمام، عايزين نوصل لهم التليفون. تعالوا بقى احنا معانا ما شاء الله 130 مليون، فهنحط من دوت ايه المانع يعني. تعال نحط منه، ولازم لطريق رود ريكويرد. شايفين الدايرة بتاعته قد ايه؟ ده احنا هنحدث بقى كل المدينة بتاعتنا. كنت فاكره زمان مليون ده كتير يعني، كنت الموضوع صعب عليا. هنحط هنا عند الجامعة واحد وغطى، لا منوصلش لحد الآخر. ونحط هنا كمان واحد، وهنا هوت واحد في بداية المدينة. يعني صرفنا 3 مليون، ده يعني حالة المفروض حاجة صعبة، بس يعني احنا ايه ما شاء الله 130 مليون معانا ما شاء الله. تعال نشوف ايه الاستكشافات اللي عندنا هنا في الموضوع الطبي. خلينا نفتح دول، دي الهيلث ريش. ده بتاع الريسيرش يعني، مركز ابحاث طبية. مركز ابحاث طبية هيبقى اولى احنا ندخل في موضوع التعليم دوت، نفتحه للاخر بحيث انه يبقى ايه مدينتنا تكون متطورة جدا. بس طبعا المراكز ديت مش ناوي احطها في اي حتة. عايزين نعمل هنا،
احنا طبعا هناخد الوصلة دي ونبتدي نكبر الأحياء القديمة دي، نوسعها لورا ونربطهم بطريق سريع تاني، يعني طريق سريع شايفينه اللي هنا ده، ناخد منه وصلة وتدخل بقى على هنا، أو الوصلة دي نفسها نعديها ونجيبها كده توصل بده، بحيث انه ايه نخفف شوية الضغط. بس ساعتها بقى هنا نعمل لنا ايه منطقة تعليمية جديدة، مش متأكد اذا هعملها هنا اهو بالظبط منطقة تعليمية، او اخدها واعملها هنا فوق. لا احنا فوق هنا مطار الملك، احنا المطار بتاعنا مطار عادي خالص، ايربورت عادي، لكن كان عندنا في مطار تاني اظن، تعالوا انترناشونال ايربورت، هو ده الانترناشونال ايربورت، احنا سايبين له المكان التاني ده، هنا يبقى المطار العادي بتاعنا وهنا المطار الانترناشونال بقى الكبير. عايزين نحط المطار الانترناشونال على فكرة، مش عايز انساه كتير لانه هيفيدنا اكيد، هيجيب لنا ناس من بره البلد وكذا، فهيفيدنا كتير. انا بس عايز التلج ده يخلص عشان نعرف نشتغل هنا، يا عيني ما عندهمش كهربا. طيب ما دام ما عندكوش كهربا يبقى احنا نحط لكم نوصل لهم كهربا دايركت على طول. عندنا طريقتين، الطريقة الأولى أحسن اللي هي إن احنا نعمل أبجريد للطرق دي، نوصل فيها كهرباء على طول. تعالوا نجرب نقلب المدينة بالليل شوية كده ونشوف هتبقى شكلها عامل ازاي وهي في التلج ده، نص الدنيا منورة ازاي. السما لونها فاتح خالص هنا في اللعبة دي، معرفش يمكن عندي حاجة أنا عاملها مثلا هنا، بس شايفين الأوبشن بتاعت السحاب وكده مش عامل فيه، مش فاتح منها ولا واحدة، سايبهم كلهم مقفولين يعني، مش عارف. أنا هنا خليت السيموليشن سويت دي يكون إكس 8 بدل ما في الطبيعي بيكون إكس 4 عشان الوقت يعدي بسرعة، بحيث إن احنا إيه نشوف إيه اللي هيحصل معانا بعد ما التلج يسيح. تعالوا على ما التلج يسيح، صح، ناخد احنا هنا ونفتح نشوف موضوع الاقتصاد بتاعنا هو ايه اللي بيخليه يقفز القفزات دي، يعني نشوف السيرفيس مدام معانا 100 وشوية مليون، يبقى ايه نخللهم البادجت بتاع كل حاجة نزودها كده. الفايدة بتاعتها شايفين تحت هنا مكتوبة، السيرفيس الافشنسي بتاعتها هتزيد 20% عشان احنا زودنا البادجت، وزيادة البادجت كان بيكلفنا 400 ألف، ما بيكلفنا تقريبا 500 ألف ولا حاجة. الكهرباء نزود لها البادجت، الست الأول كانت تكلف 1,900,000، نخليها 2,600,000. يلا ماشي، نعلي الميزانية بتاعة الكهرباء، وبقى هنا الأجور بتاعة الكهرباء إن الناس تدفع يعني هنخفضها لهم شوية، نخليهم يدفعوا 70% بس من الفاتورة. شوف احنا الناس طيبين ازاي، هنا كنا بندفع 1,000,000 على المية، هنزودها 20% هندفع 1,400,000، ونقلل لهم برضو تكلفة فاتورة المية بقى ايه 50% بقى، يعني يغسلوا ايديهم براحتهم. الشغل الموضوع هنا مش مكلف كتير على فكرة، خليها 1,300,000 بنصرف بقى معانا فلوس. الريسايكلينج والكلام دوت، تنظيف الشوارع حطولي عليه ميزانية حلوة، كان 700، خليه بس نزود 25% مقابل تقريبا من 200 وشوية ألف ولا حاجة، يا بلاش. الميزانية التعليمية بقى ده اللي كان لازم أعملها كده من زمان، أرفعها على أعلى حاجة. هو المينتنس هنا هو الريسورس ديت هي اللي كانت 3,700,000، لما نرفعها لأعلى حاجة هتزيد. أنا كنت ببص في حتة تانية ولا إيه؟ لا هو صح تحت. تعال نشوف ميزانية الإطفاء، الحمد لله ما عندناش مشاكل في الإطفاء، ولكن برضو خلينا نرفعها للـ20% كفاية. ميزانية البوليس
نقلل الجرايم بنص مليون. يلا ماشي. ترانسبورتيشن، افتكرت الترانسبورتيشن هيجيب لي هنا ان هو يعني ممكن خفف شوية سعر في التذاكر، لكن ما جابليش. ترانسبورتيشن كنا ندفع عليه 700، لو زودناه 20% ندفع 900 ولا حاجة، خليها 100%. حدائق ولا حاجة، ارفع على طول يا ابني ارفع. بقينا خلاص دولة غنية، حولنا من الاقتصاد بتاعنا من دولة فقيرة إلى دولة غنية. البادجت بتاع الإنترنت والكلام ده برضو اللي هنرفعه، وهنا ما ينفعش نعمل أي حاجة. بقى عندنا مصاريف 14 مليون و800 شهريا مصاريف. الإنتاج بتاعنا في حاجات والله كويس إن احنا لسه بنصدرها والله العظيم، يعني إنجاز. شايفين القمح هنا؟ احنا محتاجين قد ايه؟ محتاجين قد اللي عندنا 3 مرات عشان نغطي، واللايف ستوك كمان محتاجين قد اللي عندنا. لا محتاجين شوية بس، مزرعة ولا 2 لايف ستوك. الخشب برضو ممكن مزرعتين كمان خلاص يغطوا الدنيا كلها. فأنا بس ايه مركز ان انا يعني اعمل، يعني اقوي اقتصادنا المادي وحل المشاكل بتاعت الطرقات، وبعد كده بقى هنبتدي نشتغل على التصدير اللي هو يعني الصناعات بقى، نبتدي بقى نحط مثلا مزارع، نحط كذا. فالحلقة ديت معلش يعني سامحوني، هو طبعا ايه ده، هو مش عارف لسه في مشكلة ليه في الكهرباء، يمكن اللعبة عايز تتقفل وتتفتح تاني او حاجة، فانا هتوقف هنا اهوت، لان الصراحة انا يعني مش عايز اخلي الحلقة طويلة جدا عليكم. خلي الحلقات تبقى اكتر شوية في الاسبوع وتبقى مدتها قصيرة، ودي بتبقى فرصة ان انا اسمع منكم اقتراحاتكم وارائكم. يعني انتوا اكيد شفتوا معايا في التسريع المنطقة ديت وانا بصممها، فهتدوني رأيكم كده، ايه رأيكم نعمل ايه. انا هنا في الجزيرة الصغيرة دي ناوي ان انا الطريق بس الرئيسي الكبير اللي تحت دوت، ده طريق كده كبير رئيسي خالص، عملته متعمد يكون 4 حارات عشان يستحمل ضغط، لان هنعملها منطقة يعني في جزء منها سياحي والجزء الباقي هو تكون مدينة بيتمشي فيها بس بالرجلين والعجل وكده، يعني مش هيكون فيها هنا سيارات. فدي هتكون مشغلة المدينة دي بالطاقة النظيفة، ما عدا بس الشارع الخارجي الرئيسي ده، وهي بيمر بيها من النص هنا نفق. النفق ده مش عاجبني، انا ممكن ابقى احذف القطعة ديت واكبر الارض وادخل نفق، يعني هنظبطها كده ان شاء الله مع بعض في الحلقة اللي جاية. فما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتس، تدوني لايك كده الحلو بتاعكم والاشتراك، خلونا نوصل بقى ايه، ازود الليفل بتاع الطمع بتاعي، اقول لكم عايزين نوصل ل 1000، لانه بصراحة برضو يعني لازم بقى نفعل القناة كده اهوت ونخليها تكبر وتبقى يعني حاجة جميلة ان شاء الله. فانا بشكركم تاني انكم وصلتوا معايا لحد هنا اهو، اشوفكم على خير ان شاء الله، سلام.